المسار كان هو احسن حتى في 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 المغرب، ولكن بالنسبه لواش يتشي اللي قال ما يتشاش نقدر نقول ممكن يتشا، ولكن مقارنه مع ميسي ومع كزافي ممكن يتشا، يقدر ممكن ما يتشاش. ومنصري اللي هو واحد اللاعب متميز في اولو تاع ديالنا، واحد اللاعب متميز في اللاعب ديالو، ولكن ما بين دوك اللعابه تاع شي حاجه نيفو مهم شي حاجه معروفه راه محال يجي معاهم شي حاجه. ميسي مثلا بحال ميسي وكزافي ودابا هو راه فايتهم في الاهداف، ولكن يقدر في اي حدا يقدر يجي ميسي ويقدر يضرب. يوسف النصيري لاعب زوين سميتو، مقارنه بين ميسي في الدوري الاسباني تلقى اهداف كثيره وسميتو هذاك البارح هاتريك ضد ايفار واقيلا وسميتو هذا. المهم فات ميسي في الاهداف وداك الشيء ولاعب زوين. واش يبان لك انت واش ممكن يجي هو احسن هداف؟ راه هو احسن هداف لحد الان دابا في لا ليغا مقارنه بين ميسي وسميتو سواريز. مشجعين بارسا ومشجعين اشبيليه ومشجعين ريال مدريد، المهم ممكن. وميسي هو لاعب واعر واحسن لاعب في العالم، ولكن يوسف النصيري هو مغربي وحنا مغاربه كاملين، كنتمنى يكون يوسف النصيري داي احسن هداف، يكون هو احسن لاعب في المغرب. الا ما كان هو يكون حكيم زياش، المهم يكون هو احسن هداف. ولكن ميسي راه فوق كل شيء صراحه، في ميسي راه هو احسن لاعب. ولكن بينه وبين بين اشبيليا وبارسا راه ماتش واعر. المهم كنتمنى يوسف النصيري يكون احسن لاعب، هادشي اللي كنتمنى في المنتخبات كاملين، وكان وصبوا اليوم ديال اشبيليا وداكشي كامل، الله يسهل عليهم وكل شيء. يوسف النصيري لاعب ديال المنتخب الوطني، هو اللي واخا رغم السن رغم صغر السن ديالو كيبقى انه لاعب متميز. تقريبا هو اللي ماركا الهدف ضد المنتخب الاسباني بواحد الهدف اللي تصنف من ثاني احسن هدف، ولكن انا بعدا تنصنفوا انه احسن هدف للمسافه اللي تهز في السماء وضربها بالراس. المهم هذاك الهدف كيبقى من احسن الاهداف ديالو. يوسف النصيري يقدر انه ينافس ليونيل ميسي على الهداف ديال لا ليغا، اللي هو الان ثاني هدافين ديال لا ليغا، ما فيتوش ميسي بزاف ديال الاهداف. انا تنعطي الشابو من هنا يوسف النصيري، كيبقى احسن لعاب شاب بالمغرب. قبل العمر ديال النصيري راه ممكن يكون هو الهداف، تبارك الله راه زوين وراه هو باين عاطس الثمار ديالو في اشبيليا، وتنفتخروا به راه تكون عندنا هنا في المغرب. الدري ولد المغرب، وراه شوف انت وخير دليل انت جميع الانديه راه تتهفت عليه، خلونا راه وصلوا معاه دابا شي 30,000 ما عرفت اش، وهو تنتمناو له التوفيق وعلى مال ميسي، هو راه خير من ميسي تبارك الله عليه. وما عندي ما نقول، اخر مباراه راه لعبها انا راه ماركا شي 3 الاهداف فهادي، وان شاء الله راه باقي الخير لقدام. نتمناو كاع يحطم لهم كاع شي رقم ان شاء الله هاد السنه هادي، وتنفتخر بولاد البلاد هكا وبيناهم يكونوا، ونتمناو من المسؤولين يشجعوا هاد الناس هادو هنا الدراري اللي عندنا هنا، وغادي نغتنم الفرصه ونهضر لك على كان ولد مراكش. بالنسبه للكوكب المراكشي ما غاديش نهضروا على المشاكل ولا شي حاجه، تهلاو لينا في الامل مع هذاك المدرب اللي معاهم، وراه الدراري راه زوينين، ونتمناو الخير، نتمناو الخير لكل شيء ان شاء الله بحول الله يوفق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.